السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيوات فنس أم جاد من جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم بانوكوتا بالكولي الرمان اللي تجي رائعة وأكثر من رائعة ومقادر مضبوطة وبوصفة الإيطالية كما بارطاجيت معكم في العقيقة ديال بنتي. كنت درت بانوكوتا بكولي ديال الرمان ديال المونغ وجا رائع وطلبوه مني الناس اللي جاو عندي بغاو المقادير. كلي صيفط لي الوصفه كلي صيفطها ليا صيغ واتساب كلي صيفط لي التطبيق وحده صيفطت لي التطبيق وما كاينش اللي ما عجبهاش الباناكوتا. هنا كي كتشوفوا معايا الرمان قطعته بطريقه جد سهله دابا نتبارطاجها معكم بدون بلا ما نعمر الاظافر ديالي. كي كتشوفوا طريقه جد زوينه وكيهبط لنا الحب كامله. غادي نبارطاجها معكم ان شاء الله والكولي غادي يكون ناتور سون سكر سون ريان. وكيف ما كتشوفوا معايا قدامي المقادير هما هادو. هنا استعملت هاد لا مارك ديال برافو اللي كيحتوي على 200 ميلي. هنا كنطلبوا مني ننزل مقادير بسيطه وكنستعمل هاد لا مارك لانها زوينه بزاف البنات. وعندي 100 ميلي ديال الحليب وعندي تقريبا يعني ديما كيكون الكريمه غالبه على الحليب. وهنا عندي ورقه ونص ديال الجيلاتين وعندي ربعه المعالق صغار ديال السكر والحلاوه كتبقى على حساب الطوق. هنا استعملت ملعقه صغيره. غادي ناخذ الجيلاتين ديالي ونوضعهم في الماء. وضعته في الماء كما كتشوفوا. ودابا غناخذ كاسرونه باش نبدا نحضر في الباناكوتا ديالي. غادي نخوي الكريمه ديالي على الحليب ديالي ونوضع السكر ديالي ونخلط جيدا. هنايا راني ما استعملتش كاع حتى شي يعني حتى شي منسم لانني بغيت نخليها ناتور. كما قلت لكم هنا ما استعملت حتى شي نكهه. تقدروا ديروا الفاني تقدروا ديروا لاغوم ديال الليمون تقدروا ديروا اي نكهه كتبغيو او ديروا جونجومغ. لاننا كما انا كنذكر دائما ان من الناس الجابونيه ملي خدامه معاهم كانوا كيديروها بطريقه بتيفير وكيديروها عفوا تيراميسو كيديروها بتيفير وهي كيديروها بجونجومغ كتجي رائعه وانها كتجي صحيه وحتى السكر ما كيديروهش هما. حطيت دابا كلشي فوق البوطه وغادي نخليها تغلى جيدا ونمشي نحضر الكولي ديالي ديال الرمان. هنا انا كنهضر معاكم وميم طون هزه جوري باش ما تبكيش ليا. كما كتشوفوا بعد ما زولتها من فوق من البوطه غادي نعصر مزيان داك الجيلاتين ديالي من الماء مزيان وغادي نضيفو الخليط ديالي. كتشوفوا هنا كنهضر معاكم او ميم طون كنحرك جوري في الرولاكس ديالها. شوفوا كما كتشوفوا كضربوه مزيان باش ما يبقاوش يكون دوك لي غران من الحبيبات ولا هذا. انا هاد لي غام كانوا يسولوني بعض الاخوات اللي جاو عندي ولا اللي كيشوفوهم عندي. هادو خديتهم من البرنوسي من سوق طارق ب 30 ريال الواحد عند السيد اللي كتخديت من عنده ماتريال ديال البيفي. كما كتشوفوهم 30 ريال يعني درهم ونص اللي كيديروا. انا عاد داير هنا كميه صغيره وهما راه شويه كبار فانا هزو ليا غير ثلاثه.
عمرتهم اللي كتشوفوا، ما عمرتهمش بزاف باش نخلي بلاصه الكولي فين ندير الحب ديال الرمان والكولي ديالي. غادي نخليهم دابا ياخذوا درجه المطبخ وندير لهم بابي سولوفا وندخلهم الثلاجه باش يبردوا ليا. وهذا هو الكولي ديالي اللي طحنت في الماشين اللي ديجا بارطاجيتها معكم، اللي كندير فيها مثلا الرمان وكتعطيني الماء ديالو، درت التفاح كتعطيني، ديجا بارطاجيتها معكم اللي رائعه البنات صراحه، خاصها تكون في كل دار وزوينه زوينه وعمليه. وانا اللوجي غنخليه ناتور، ما ندير فيه لا سكر لا والو. يا حبيباتي بعد ما خديت الباناكوتا ديالي بردات، دابا غادي نحيد لها البابي فيلم باش ندير لها الديكوراسيون، و او ميم طون المذاق اللي قلت لك غادي يكون زائد فيها هو ديال الرمان ولوجي ديال الرمان، لان دابا بردتو حتى هو بارد كما كتشوفوا حتى هو، وهذا هو الرمان اللي غادي نضيف لها. يعني طريقه جد سهله البنات، كندير كما كتشوفوا كندير الحبوبات ديال الرمان، وهنا مباشره كنحرك اللوجي ديالي لي ناتور، انا ما بغيت نزيد فيه حتى شي اضافه، وكنبدا نخويه بحال هكا يجي مذاق رائع البنات. اوكي كتشوفوا معايا حبيباتي، وهذه هي الباناكوتا ديالي اللي جات رائعه على هذا الشكل، هذا كيجي الكولي باين يعني ديال هذا، وهو ناتور فصدقوني ما ديروش فيه سكر باش تتمتعوا بديك الحلاوه الطبيعيه ديال الرمان، وميم طون كتلقاو الباناكوتا حلوه وانتوما بحال كتلقاو ديك لاسيديتي مع الحلاوه، كيعطي واحد المذاق رائع كما قلت لكم في المونغ، كما كتشوفوا كتجي رائعه البنات، جربوها وردوا عليا لي كومونتير، تجي رائعه رائعه. تنتمنى تعجبكم الوصفه وتنال ارضاكم، وتبارطاجيو القناه ديالي مع صحابكم وحبابكم، وما تنساوش تعملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا الجديد. هنا كان طلب خاص لبعض المتتبعات، فهنا درت هذهم يعني بمقادير بسيطه وبطريقه عصريه، او ميم طون درتها يعني بكميه قليله. تنتمنى يعجبكم لا فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو قادم بحول الله.